انا شايفه ان قبل كده المجالس النيابيه السابقه قبل كده ما كانش فيها التعدديه الحزبيه اللي ان شاء الله في برلمان 2020. برلمان 2020 يمتاز ان هو ان شاء الله برلمان مختلف تماما عن سابق البرلمانات الاخرى، لان في استاذه لبنى في طبعا كان في القائمه الوطنيه من اجل مصر. هذه القائمه الوطنيه ضمت في تكوينها، هي قائمة أولا ائتلافية حزبية، ضمت في تكوينها 13 حزب سياسي مختلف، فيها أحزاب موالية ومعارضة، ضمت فيها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. التنسيقية دي بجد بتضم مجموعة وكوادر شابة فوق الممتازة، تم إعدادها وتدريبها وتم تأهيلها للقيام بالعمل السياسي والنيابي على أكمل وجه. شفنا منهم من فترة تولي بعض الشباب منهم نواب محافظين، ويعني أثبتوا بجدارة إن هم قادرين على العمل كنواب محافظين. في كمان القائمة ضمت العدد كبير جدا من الشباب ذوي الأقباط العاملين بالخارج، ذوي الهمم اللي أنا بشرف إن أنا منهم وبمثلهم للمرة الثانية. ضمت كمان مجموعة من الشباب، بقى الشباب الجنسين الذكوري والإناث. كمان فيها عدد المرأة، أول مرة أول سابقة في تاريخ البرلمانات إن يكون عدد المرأة في برلمان 2020 148 سيدة، ده غير لسه المعينات إن شاء الله كمان، بجانب الإضافة لإن شاء الله السيد رئيس الجمهورية ليه تقريبا 14 امرأة هتعين أو 50% من المعينين. فأنا شايفة أن دي توليفة ممتازة. كمان المجلس النواب 2020 بيمتاز بحاجة أستاذة لبنى مختلفة تماما. أولا في نجح عدد كبير 95 مستقل، نجح مجموعة من النواب المعارضين. فأنا شايفة إن ما عادش بقى الفكر اللي كان بيقول إن في حزب الأغلبية هيبقى مهيمن ومسيطر على القوانين والآراء في المجلس، لأن حزب الأغلبية حصل على 53%، فباقي كده 47% من الأحزاب كلها أحزاب معارضة ومستقلين ومعارضة وذوي همم وتمثيل لإخواتنا الأقباط وتمثيل للشباب. فده انا شايفه ان ده هيسري الحياه النيابيه وهيخدم الحياه السياسيه، اللي هو علشان يتم اقرار اي قانون او الكلام ده حزب الاغلبيه المفترض بقى اللي هيعمله انه هينسق وهيتكلم مع بقيه الاحزاب ومع الناس اللي داخله بصفه مستقله، علشان يعني ما بقاش فيه هيمنه او فرض كلمه او راي على اعضاء المجلس. ده ان شاء الله اللي احنا نامل فيه ان شاء الله، وهو لانه اخذ باقي 47% من تمثيل الاحزاب الاخرى والمستقلين والمعارضين، وبيمتاز ان في امراه وشباب وذوي اقباط، فكده مثلنا قدرنا ان احنا نمثل كل فئات المجتمع. فانا شايفه ان التمثيل والاختلاف في البرلمان ان شاء الله ازاي ينعكس بقى يا ست نقيبه على الاداء وعلى المناقشات، يعني التوليفه اللي اتكلمنا عنها انعكاسها بقى على العمل. ده لما نقعد بقى في اللجان النوعية عشان نناقش القوانين، في الجلسات العامة هيبقى في اختلاف في الرأي والرأي الآخر. فده هيسري الحياة النيابية، وكمان هينتج عنه إصلاح تشريعي ممتاز، هيبقى في وجهة نظر وفي تقبل الاختلاف. فده أنا شايفة إن شاء الله إن ده هيخدم المواطن قبل الحياة السياسية كمان إن شاء الله، ونأمل في ذلك إن شاء الله إحنا نشوف برلمان 2020 أداء ممتاز يفوق أداء البرلمانات الأخرى. طيب.